أنور سليمان، 22 عام، لوريجين من ورزازات، معروف في الدومين ديال الموسيقى في المغرب، فيبي كاريت ولا فيبي، اغلب كيعرفني فيبي. فوالا كنخدم مزيكا من بريسك 2012. اديس وسيم كاراكي، عندي 23 عام، ساكن في محمديه. سميتي انس الكراتي اي كي اي نيلز، ساكن في اسفي وكنقرا في مراكش. في هيبة اليوم عندنا كاينه لا ثوازيام اديسيون ديال هيباريك، هادي هي لا ثوازيام سيمين، لا ديرنيير. عندي فيغو شاك سيمين، عندنا ارتيست خصنا نديرو تراك نعطيو الهيبة كوم سا كتعاون الدراري انهم يبانوا. الصراحه ماشي انا اللي كنت عرفتها، كاينه يمكن ما كنهايتها المانجر الاول اللي كان قال لي راه كاين البلان. تلقيت فيها زعما ما كنتش زعما هو لانها تصدق ولا شي حاجه، دفعنا الله ترى قبل شي شويه زعما فاش دفعنا صافي، ومؤخرا تختارينا هذا ما كان جينا لنا وبلان. من غير فيغو السيمانه الاولى كان عندي بلاك ليريكل صات من الكونغو، زوين عنده اكسبيريونس زعما ماشي ساهله في الدومين، 19 عام ديال الموسيقى، دونك عنده باجاج موسيقى. فوالا عاوني داس لافاي بيناتنا، خدنا تراكات مزيانين، خدنا شي جوبونس شي اربعه ديال لي مورسو، واختارينا واحد هو اللي غيكون هيباريك، والاخرين زعما نقدروا نخدموا بيناتنا هنا. دوزيام سمان كان عندي ماخس، حتى هو من ورزازات، اختاريته حيت عنده بوتونسييل وعنده باجاج في الهيب هوب. واحد في هيباريك اديسيون ديال الهيب هوب عنده ما يقول، دونك لا ميم شوز، خدمنا شي ثلاثه ولا اربعه، مي اختارينا التراك ديال هيباريك. ثوازيام سمين عندنا كاين فيغو، مي فيغو علاش اختاريته؟ حيت هذه هي لوبورتينيتي باش نقدروا نخدموا شي حاجه دو كاليتي. و فوالا ما جوبونس ما خصناش نخيبوا الظن والامل ديال الناس. في البلان انا وفيبي زعما خدمنا ركزنا على بزاف ديال الديتاي اللي يقدر بوبليك ما يتسوق لهمش، ولكن حنا غادي نكونوا فرحانين ومرتاحين. زعما كنا نقدروا نديروا برود عاديه ونطوب لاين ونحطوا كتابه، ولكن داكشي يقدر يدوز للبوبليك، ولكن حنا ما غاديش يقنعنا. داكشي علاش خدمنا شويه على لي ديتاي بزاف، حاولنا نخدموا لا في البيت لا في الكتابه، كنحاولوا نحطوا كل حاجه في بلاصتها، وحاولنا نلعبوا لا شويه ديال سباس في الانسترو لا في الانسترو لا في الكتابه، اللي خلي بنادم يتوحشك في التراك، خلي بنادم يرتاح حتى هو، ما تبقاش تعطيه حتى الغلط اللي كنشوف بزاف كيبدا ما تتوصل تدوز دقيقه من التراك تتلقى صافي قلتي كاع داكشي اللي عندك ما تقول. هذا هو البلان. حاجه اخرى حاولنا نستغلوا زعما كاع اللعيبات اللي كاينين هنا، يعني خدمنا بديز انسترومون لايف، خدمنا بجيتار بيس، يعني كاع داكشي حاولنا نستغلوا الاستوديو بحال هادشي كامل، وكل شيء تقريبا كان خدام في هذا البروجي. زعما كل واحد عطى واحد الفكره اللي حاولنا نشدوها ونرطوها مزيانه في التراك. خويا اليوم خدامين ستوديو هيبا مع ديز ارتيست، خدامين في واحد البروغرام ديال هيبا ريك، كيكونوا 3 ارتيست في كل سيمانه، كنخدموا معاهم لا برود، لونجستريمون، الميكس، ماسترينغ. دونك فوالا كيجيو لهنايا كتخدم مع ان ارتيست دو ا ا زد، التراك ديالو كيكون فوالا ما عرفش، ما عندوش اكسبيرونس ديال ستوديو، كيتعلم بزاف ديال اللعيبات فاش كيجي لهنايا. دونك فوالا سباس بيان، سي بيان بور لي ارتيست. ثلاثة ديال لي ارتيست خدمت معاهم انايا، وثلاثة خدام معاهم فيبي. اختاريت انا سنيب خاطو، ملاك ونيلز. البروجي اللي خدام فيه انا و اديس، واحد لو بروجي اللي بدينا فيه البارح، حطينا لا برود، حطينا توسكي دي ميلودي دي توب لاين، وحاليا دابا النهار الاول باقي خدامين في داكشي، كو ساسوا لي ريكس دي زيدي عاوتاني كيعاودوا يطيحوا عليك شي لي كاين. اختاريت مسكيز دي كانوا فهمتي جو فوالا كتحس بهم ميزون لي غينيفير، ماشي ما انسبيرينش بزاف من فوالا، اي سون ان بو وازير اي سون اوريجينو، شي حاجه جديده لاري لا تقدر تشوف الراب، شي حاجه مكيناش. كنت شفت لا فيديو ديال اديس، واحد لا فيديو سوغ انستغرام اللي انونسا فيها لا كومبيتيسيون ديال ايباريك، وعمرت لو فورميلار وجاب الله شي سير معاه. صراحه
الحاجه اللي نقدر نكون تعلمت هي الوقت جون بلانين ديال الاستوديو وشنو خصنا نديرو في كل وقيته وكيفاش نقدروا نورغانيزو بيناتنا حنايا الخدمه. هذه هي بونس الحاجه اللي تاميليورات فيها في هاد ثلاثه سيمانات الاخرين. الاستوديو هادي بحال قلتي رابع مره غادي ندخل ليه، ولكن كل مره فاش كندخل كنلقى شي لعيبه جديده، زعما كما كنقولوا داكشي ما كيتقاداش ديما، خاصه الفايب هنايا زوينه، الدراري كلشي موسيقى ديال بصح، وكتعاونك باش اكسباندي شي شويه داك الراب، تبعدو شويه تلعب شي حاجه واسعه اكثر. الحوايج اللي تعلمتهم هنايا في هاد ليكسبيريونس ديال ايباريك، لو ريتم ديال الخدمه، واحد لو ريتم ديال الخدمه بروفيسيونيل، عرفت فريمون كومون سا فونكسيون في الموسيقى، كيفاش فريمون الحاجه كدار بالطريقه الصحيحه. الحاجه اللي غادي تجي في شكل ولكن حاجه اللي نفعتني هي فهمت بان ما تحكمش على البروجي من الاول، وديك اللعيبه حيت دابا فهمت فاش كتكون مدروك بالوقت ولا معاك بزاف ديال الدراري اللي خدامين في بلان، نورمالمون انا فاش تنكون بوحدي كنقدر نبدا حاجه ما تعجبنيش ونانوليها حيت ما سمعتهاش ميكسيا ولا ما هذا، كنحبس في النص، انا موالف كنحبس في الخدمه في النص، ولكن هنايا كتبقى غادي يعني ما خصكش تحبس، فاش تكمل وكيبداو كيطيحوا لك افكار اكثر، يعني واحد الحاجه اللي زوينه. وزيد عليها حتى كتلقى بزاف ديال الدراري عايشين في الموسيقى، بزاف ديال الدراري خدامين، يعني كتدفعك تزيد تعطي اكثر، ما كيبقاش داك العكس. المشكل اللي كنلقى صراحه كان في الاول، كيفاش زعما تقدر تكونتاكت مع بنادم اللي تبي تخدم معاه، جون زعما كيبان لك واحد لارتيست اللي تقدر انت تفيدو ويفيدك بيان سور، ولكن ما ماشي بالضروره يكون شي واحد معروف ومشهور، تقدر تخدم مع الدراري صغار، هادشي ما كانش في خباري انا في الاول. دونك مع الوقت عرفت بزاف ديال الدراري اللي اندر جراوند وعندهم بوتونسييل، بديت كنخدم معاهم، دونك ماشي هذاك الشيء مزيان. بديت المهم ديك البدايه عاديه بمايك في الدار كدا، مايك مجوطيه ميكساج بلا سيبانتيوم كاطي في اخره، تلقى راسك حيت افراه ما كان لا استوديو لا والو، يعني خصك تختار هذاك الشيء راسك. تما فين بديت كنكومبوزي حيت ما كنتش عارف داك الشيء ديال لي زانسترو في يوتيوب وهذا، يعني بديت اول تراك اول بيت اول كتبه اول بيت يعني اول لعيبه كلشي، بقيت غادي شويه دخلت في جروباج، دخلت بقيت كنمشي لفين كاينين الدراري ديال الراب، وكنمشي كنحاول نكون جزء من الدراري، يعني ما بقاش اللوح انا رابور كاللوح، لا انا رابور ولكن مستهلك الراب، يعني كنشوف شي حاجه بغيت نكومونتي عليها كنكومونتي عليها، سميت كتبقى كتعرف، وخاصه الا كنتي كتهضر بواحد الطريقه اللي مزيانه وعارف اش كتقول، بنادم كيتانتيريسا فاش كتلوح شي لعيبه كيقول بغيتي نسمع هاد خونا اللي من الصباح وفرع مره. بقات هكاك شويه دازت الموجه دازت الانستا، ما بقيتش كنلوح تراكات بزاف، ركزت على الفري ستايلات حيت كيتكونسوموا دغيا في الفيد هذا، درت كريت واحد النيتورك، عرفت الدراري اللي كانوا باديين في ديك الوقيته، حنا كنا في نفس النيفو، بقيت كنشوف شي واحد كيعجبني صيفط له ميساج وشابرو، باقي الميساجات شابرو راه عجبني داك الشيء، شحال من الدراري اللي مع سرماهم دابا هكا بديت كنصيفط لهم وشابرو كلشي وهذاك راه عجبني البلان ديالك، حتى هو كيدخل عندك تيعجبو هذاك، تتبقى كدور، يعني اهم حاجه هي النيتوركين. مورا بقيت كنلعب فري ستايلات، دوك الدراري اللي مسيبورطيني حتى هما عندهم دي فان اللي حيت حتى هما تيرابيو كيبداو كيبارطاجيو وغادا كدور شويه، هو يجي البلان ديال طوطو شارك ديال بيك يمكن هو الاول، جا البلان ديال البيك شاركت في البلان ديال البيك، ما كنتش غادي نشارك زعما باش ما نكون معاك في الصح، ولكن حيت راه باقا عاقل في فريستايل كنقول لهم باقا 1% في التليفون، كنت فات التليفون ديك الساعه ما كنتش غادي نصور، وموراها صورت ديال البيك ضربات لصقات حتى هي ربحت، موراها جا طوطو ربحت حتى البلان ديال طوطو، تماك زدت تعرفت اكثر شي شويه، هو يجي البلان ديال فيزا فور ميوزيك اللي هو بدل كلشي زعما، هو اول مره لصق مليون ديك الساعه في اللايف، واي بارك شي دفعت زعما ما فهمتيني، انا تلميذ مجتهد زعما ديما كنبغي نكون داك الدري زوين اللي فهمتي كيدفع كلشي محيد داك العياقه اللي ما كتدفع في والو فهمتيني، اما هذا جا شي تشالنج كتبغي تشارك فيه، شاركت في البلان دفعت اللعيبات تقبلت دزت، وحنا هنا طراك ان شاء الله يقدر يعجبكم. خويا كنت باقي صغير باقي بروش ديك الساعه، عندي يمكن شي 14 15 عام، راك عارف المزيكا كتكون عاجبك فهمتي، في الاول بدينا بكتبه وكانت خاصنا انستري، صافي مشيت كنقلب كيفاش كدير انستري، طون صعب ليا خاص ما عرفت شنو باش دير انستري، صح خاص كاب بي سي باش دير انستري، صافي تيشارجيت لوجيسيال من داك النهار بقى صغير، وانا نسال الكتب نسيت كلشي بقيت غادي في لي زانستري،
في المغرب خدمت مع صراحه بزاف، مي اللي خدمت معهم زعما ديريكتومون ما الدراري ديال ديالنا اللي كيكونوا معنا ديما ديال لاكليك، ياسير ستورمي فيغو، ديجا خدمنا قبل. كاين بزاف ديال الدراري صراحه ما نقدرش نقول كلشي. رابدنا في افران صافا اخي، زعما افران ماشي كي كتبان، زعما كاينين الدراري اللي كيرابيو وكاينين الدراري اللي كيرابيو ديال بصح، كيبقى داك بلان ديال المدينه صعيب تخرج منه، ولكن كاين زعما الامل. ديجا انا كنت فهمتي في كليكه مع الدراري فاش كنت زعما قبل شي شويه، وكيبان لي كاينين زعما شي دراري اللي يقدروا يديروا شي لعيبه تبقى في الخدمه. ا ميساج بوغ جين بيت ميكر، فهمتي، ترافايي دور، تعلموا ديروا لي ميلودي ديالكم راسكم. سي بيان دو سانفلونسي سانسبيري، ولكن فوالا دو كوبي كولي سي با بيان. اي فوالا اوريجيناليتي، حنا عندنا هاد لا كولتور لي ميوزيكالمون كبيره بزاف، نقدروا غير من لا كولتور ديالنا المغربيه نديروا بها بزاف ديال اللعيبات. ستريت ارت اخي يوتيوب، شنو نقول لك، زعما انا راك كنت نتفرج شحال هادي زعما، وفي ديك القطعه اللي كنقول لك بنادم يتفرج خص كل واحد تعرفو واخا ما يكونش عندك معاه يعرف كيفاش كيفك، فهمتيني، وجبني هذاك البلان حيت فهاد الوقيته زعما ديك اللعيبه ديال لي زانترفيو بديك الطلاقه وبديك فهمتيني، خلينا من داكشي الفورمال بزاف وديال يعني بلان اخي يوتيوب على الدراري خدمه نقيه.